على رجاء القيامة والحياة الأبدية. نعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ممثلة بصاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن وأعضاء المجمع المقدس ابن الكنيسة البار معالي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري للبطريركية الدكتور كامل أبو جابر الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد حياة امتلأت بالعمل والإنجاز المثمر في خدمة وطنه الأردن وكنيسته الأرثوذكسية. وتقدمت البطريركية من عائلة المرحوم وأقربائه وأنسبائه بأحر التعازي وأصدق مشاعر الحزن والأسى لفقدهم رجل وطن عزيز على قلوب الجميع، كما يتقدم مكتب نورسات الأردن بأصدق مشاعر الحزن والمواساة لعائلة الراحل الكبير المفكر والسياسي والأكاديمي أبو جابر. طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك إلى الأبد. وكانت فضائية نورسات قد استضافت الدكتور كامل أبو جابر في برنامج قامات وطنية، فإلى هناك. نحن لا ندري شيء عن تركيبة المجتمع العربي، دائما في محاولة بالتوفيق ما بين النقل والعقل. مسألة التدين والتزمت اللي بنشوفه وبنشاهده الآن في الأردن أو في العالم العربي، يعني هذا شغلة طارئة. كيف سنتمكن من احتواء هذه الدولة اللي اسمها إسرائيل؟ توصف لنا الأردن بأي حالة، وضع سياسي اقتصادي كانت آنذاك؟ بسبب عدم دخولنا قدمت استقالتي.